اهلا بكم من جديد. بعد يوم من عقد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعات في مسقط راسه، كشف مسؤولون وفق وكاله بلومبرغ ان صواريخ روسيه ضربت المدينه وسط البلاد. وكانت الرئاسه الاوكرانيه نشرت صورا تظهر اجتماع الرئيس الاوكراني برئيس الاداره العسكريه في منطقه كريفي ري. كما استطلع زيلينسكي الوضع الميداني في المنطقه التي تشهد قصفا متواصلا ومعارك عند جبهتها المتخمه لخيرسون جنوب. في المقابل، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية لقطات فيديو لغارات تنفذها على دبابات روسية عدة تقاتل في الأراضي الأوكرانية. كشفت المخابرات العسكرية البريطانية عن نقل روسيا عددا من قوات الاحتياط إلى الحدود مع أوكرانيا، موضحة أن موسكو تهدف من حشد هذه القوات إلى شن عمليات هجومية في المستقبل. وفي نشرة دورية، أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى انتشار نسبة كبيرة من وحدات المشاة الروسية الجديدة مزودة بمركبات مدرعة. أيضا أعلنت الحكومة البريطانية وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة لتلقي تدريب في إطار دعم لندن لكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والس في بيان أن هذا البرنامج التدريبي الجديد هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للقوات الروسية. Training matters. When you're in a war and you're against Russia, you need to make sure that you can be as best as you can be. And that's, this is the process we're doing here. We're starting to deliver that. You have an empty magazine. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمواكبة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا دينا فياض.